اسمع هذا الفيديو حتى النهاية. حقيقة أولا لا يوجد علم منفصل اسمه علوم طاقة، وليست علم بل مجموعة من المعتقدات المشتقة من مصادر معينة سأذكرها لاحقا. مصطلح علوم الطاقة حديث جدا، وهو يعبر عن مجموع معتقدات حركة العصر الجديد التي انتشرت بكثرة منذ بداية التسعينات. علوم الطاقة مزيج من معتقدات مشتقة من أولا العلوم الباطنية، الهرمسية، الصوفية، الثيوسوفية والكابالة، تكلمت عنهم من قبل، وكلهم معارف وعقائد إبليسية. ثانيا الديانات الوثنية، خاصة الهندوسية والبوذية وأيضا الطاوية. ثالثا علوم السحر، الخيمياء والتنجيم وأيضا السحر الطقوسي. رابعا علم النفس ما وراء الشخصي، وهو يجمع بين الروحانيات والتجربة الإنسانية. مثال عن ذلك كارل يونغ، حيث أنه كان طبيب نفسي وباطني وساحر في نفس الوقت. من دخل علوم الطاقة يعرف أنها ترتكز على 3 أركان أساسية، يعني يمكن تخيلها كدين جديد يمزج بين معتقدات ومعارف قديمة، وهذا الدين له أركانه التي يجب اعتناقها لممارسته. الركن الأول هو الإيمان بوحدة الوجود، يعني أنه لا وجود في الوجود إلا الله، يعني أن الكون والله واحد والخالق والمخلوق واحد ولا انفصال بينهما. الركن الثاني هو الإيمان بالقدرة على الخلق، يعني أن الإنسان قادر على خلق واقعه بمجرد التفكير فيه. الركن الثالث هو نفي وجود يوم الحساب والإيمان بالتناسخ. كل ركن من هذه الأركان يعتبر كفر مخرج من الملة، لذلك من المستحيل لأي شخص أن يجمع بين علوم الطاقة ودين الإسلام، لأنه لا يمكن الجمع بين دينين. فأي شخص اعتنق علوم الطاقة ويمارسها لا يحق له التكلم في القرآن الكريم والسنة النبوية. هم يفعلون هذا كنوع من التبشير، وهذا غير مسموح، حيث لا يمكن استغلال الإسلام وكلام الله سبحانه وتعالى للتبشير لديانة جديدة.